الثري لا يتغير. إليكم هذه المعلومة الأخيرة، حيواننا الثري يتعرف على أفراد عائلته بواسطة الرائحة. هناك حيوان يخرج ليلا ويتعرف على الآخرين بواسطة الرائحة لأن بصره ضعيف، وهو الغرير، وهو أكثر حيوانات أوروبا ثرية. يتواجد الغرير في الجانب الآخر من أوروبا، فهو يهتم كثيرا بتجنب الناس، ونادرا ما يشاهد، ويفضل العيش في الغابات، وهو يبني بيتا مكونا من عدة أنفاق، وقد تعيش عدة أجيال في نفس البيت، وتقوم بفرش الأرضية بالأعشاب، وتقوم أيضا بتغييرها في فصلي الربيع والخريف، كما تولد صغارها عمياء، وتقضي أول 6 أو 7 أسابيع في جحر الحضانة قبل أن تتمكن من التعرف على بقية أجزاء البيت. يتغذى الغرير غالبا على ديدان الأرض، لكنه يأكل أيضا الحيوانات الثديية كالطيور والبرمائيات، وفي نهاية فصل الصيف يتناول كميات كبيرة من الطعام، ويصبح بدينا جدا ليتمكن من تخزين الطاقة اللازمة للشتاء. وهذه الحيوانات ليست نشيطة أثناء الشتاء. للغرير أيضا سمعة في قتل الحيوانات المدجنة كالدجاج والحملان، رغم أن اللوم يقع على الثعلب الأحمر بصورة أكبر. عند تعرضه للتهديد يقوم بنفش ثرائه ليبدو أكبر حجما، ثم يزمجر ليظهر شراسته. لكن الغرير حيوان رقيق، وقد تراه مع أفراد عائلته أثناء لهوها. إنه أكثر حيوانات أوروبا سريةً.